اللعيبه ما تمشي جنب اللبس بتاع اللعيبه وتشم ريحه اللبس. الو ما تقدرش تشم ريحه لبس اللعيبه. المغسله قفلت المغسله قفلت ابوابها امام نادي الزمالك وما رضتش تدي ما بترضاش تغسل اللعيبه. السافو او اللي بيشتروا بيه اللي مش عارف الحاجات بتاع الغسيل ما بقتش موجوده في النادي. نفسي انا خلاص انا مش هلعب في نادي الزمالك، انا بطلت كوره في نادي الزمالك اللي يعني كتير اللي بيحصل فيها بصراحه. بنقول لي انك انت نجم جماهير نادي الزمالك. ولا نجم ولا حاجه يا راجل، نجم بيحصل فيه الكلام ده حاجه بهدله يعني. بعد 10 دقائق ادي اللقطه يعني المعبره جدا ما بين يعني هنشوف اهو ادي اللقطه. هل من حق الحكم ما بيه ان هو يعمل اي حاجه، يدي انذارات يدي طرد يدي اي حاجه؟ فجمال حمزه بيقول له انت ما تعرفنيش، ده انا جمال حمزه، انت مش واخد بالك ولا ايه؟ وريكاردو طبعا مش واخد باله الصراحه، هياخد باله بعد الالم ده. وانما عموما لقطه يعني هنشوف ايه في احواها. بس طول الوقت هتشوف الزملكاوي بيقول اتحاد الكوره ضدنا، الحكام بيجاملوا الاهلي، مش ما اقدرش اقول لك ابراهيم حاجه زي كده، لان ديت عمليه بتبقى عمليه يعني عارف ازاي، انت بتحاول تحسس نفسك انك دايما مظلوم. هو دايما الزمالك كده تحاول تحسس عيان نفسك بالاحساس بالاضطهاد. الزمالك اللي طول الوقت عنده هذه العقده. بسال حضرتك، ما هي عقده الظلم، ما انا بقول لك عقده الظلم، انا عاوز دايما ابقى في ام الظلم عشان يبقى مبرراتي او المبررات اللي انا اصدرها مبررات كتير، ان انا التاني او الناس ممكن عاوزه تبرر لي، فيبقى ده الزمالك ده مظلوم، ده شفت الحكم الفلاني عمل له كذا وكذا، ده حسب للنادي الاهلي وما يقدرش يحسب للنادي الزمالك. احنا اللي بنصدر الحاجات دي اوهام طبعا، مش ممكن تبقى حقيقه وممكن تبقى اوهام، لان على طول الوقت بنقولها. انا مش قايم من هنا قبل ما اعرف هي حقيقه ولا اوهام. لا ما انا بقول لك يعني النهارده لو هفضل طول الوقت بقولها تبقى اوهام.